بيكم في حلقه جديده من برنامج تفضلوا عندنا. النهارده ان شاء الله هنعمل فطيره المشروم بعجينه العشر دقايق، وهنعمل كمان شوربه السبانخ بالحمص واللحمه. تعالوا مع بعض نشوف الوصفات بعد الفاصل. رجعنا بعد الفاصل. دلوقتي تعالوا مع بعض، اول وصفه هنعملها معانا النهارده هي عجينه المشروم او فطيره المشروم. طيب قبل بس ما ابتدي فيها، انا شوربه السبانخ اللي باللحمه هحط بس اللحمه على النار تتشوح عشان هي ايه بتاخد وقت. هحط لها بس معلقه زيت، خلاص، مع رشه كده فلفل اسود، مع مكعبات اللحمه اهو، مع جوز الطيب و بودرة بصل، وهقلبها كده واستناها ايه تتشوح. ماشي. عايزه اقول لكم ان فطيره المشروم دي جميله جدا وحلوه قوي على الفطار، على العشاء، زهقانين مش عايزين ناكل النهارده لحمه او اي حاجه، عايزين ناكل حاجات بسيطه مع عصير ممكن ناكلها. عباره عن ايه العجينه بتاعتها؟ هي عجينه العشر دقايق اللي هي الدقيق والبيكنج صودا والزيت مع لبن بودره ومعلقه سكر. تمام. طيب هحط كده المقادير بالظبط هتطلع عندكم على الشاشه. هحط كده الدقيق، خلاص، مع السكر، مع لبن، لا نقلبها دي كده احسن مع بعض الاول، وبعدين ايه كده قلبناها كويس. عقبال بقى ما نعمل العجينه، تعالوا نشوف هنعمل ايه في المشروم. اول حاجه هنحط الزبده، تمام، البصل هو اللي بياخد مده اطول من المشروم، فهحط كده ثلاث بصلات احمر متقطعين شرايح زي ما انتم شايفين كده، مع ثلاث بصلات ابيض بس، وهسيبه كده لحد ما يكرمل كده يبقى لونه ايه بني شويه. كده احنا قلبنا الدقيق مع السكر ما ننساش. تعالوا بقى نبص بس كده على اللحمه، عشان انا اللحمه اصلا بتاخد وقت في السوى، وانا بيبقى وقت الحلقه قليل شويه فقلت ابتديها من الاول. طيب هنحط هنا معاها ثوم مفروم، خلاص، واحط معاها بصل كده، وهقلبها بس واسيبها كده ايه براحتها. طيب هنا بقى ايه هقلب كده البصل، زي ما قلت لكم انا عايزه البصل نقلبه لحد ما ايه ما يتكرمل خالص. عايزه اقول لكم ان الفطيره دي جميله جدا جدا جدا، وممكن لو مش حابين تحطوا الزبده على البصل والمشروم اعملوها بالزيت وتبقى كلها بالزيت. انا عماله اقلب اهو لسه شويه. طيب نشيل الحاجات دي عشان نوسع من علينا. وابتدي بقى احط له شويه جوز الطيب كده، شويه من بودره البصل، رشه جنزبيل، خلاص، وهقلب.
نبتدي بقى نكمل العجينة بتاعتنا، نحط اللبن البودرة، نحط الخميرة. انا اصلا قلت لكم في المقادير بيكنج سودا، معلش انا غلطت، هي خميرة. والمقادير زي ما قلت لكم هتطلع بالظبط عندكم، عشان لازم تبقى المقدار بالظبط. نحط الزيت كده، انا لخبطتهم كويس قوي. نحط الزيت، تمام. الميه بقى هنحطها حبه صغننين حبه صغننين لحد ما احس ان هي اتعجنت. بس افضل اقلبها لحد ما العجينه كلها الاقيها اتكومت كده في حته لوحدها وبقت بتتشكل. لسه عايزه حبه ميه كمان. خلاص كده العجينه بقت جاهزه. شايفين؟ هنبتدي بقى نسيبها شوية عشان نعرف نشكلها براحتنا. طيب نطلع فاصل تكون اتخمرت ونرجع نكمل وصفاتنا، خليكم معايا. رجعنا بعد الفاصل. دلوقتي شايفين انا اهو بشوح المشروم، حطيت البصل وحطيت مكانه المشروم. هحط له بس ايه، قلت ايه، احطه قدامكم، البودرة البصل مع رشة جوزة الطيب بس، وايه وهشوحه كده ايه شوية كمان بس، مش عايزاه ينشف. واللحمة هي لسه ايه بتستوي. طيب شوربة السبانخ عبارة عن ايه بقى؟ عبارة عن سبانخ وكزبرة خضراء وحمص وفصوص ثوم ومكعبات طماطم وزبده وكريمه ومرقه. اول حاجه هعملها ان انا هحط الزبده هنا كده مع الثوم مع السبانخ واسيبها ايه تتشوح كده. المشروم خلاص خلص، بما انها ممكن بقى اشوح كل حاجه لوحدها، اشوح الحمص هنا مع فصوص الثوم ومكعبات ايه الطماطم، بما ان يعني في طاسه فاضيه. وهجيب كده الكزبره الخضراء وايه واقصها هنا ايه مع السبانخ. وهقلب الكزبرة الخضراء، عملت لها ريحة حلوة جدا. هحط هنا شوية مرقة عشان اللحمة اضمن انها استوت كويس.
السبانخ كده تمام، احط لها بقى ايه الحمص والطماطم. عايزه اقول لكم الشوربه دي جميله جدا، ومش محتاجه ان احنا لما نعملها ان احنا ناكل حاجه جنبيها. انا مقدمه معاها رز بسمتي ابيض، للي بيحب الرز اساسي في الاكل يعني، بس انا شايفه انها ممكن نشربها ومش محتاجين اي حاجه معاها. طيب ابتدي بقى احط كده اللحمه هنا. مع المرقه والكريمه، واسيبها بقى ايه، لا استنى على الكريمه شويه، اسيبها تغلي واستنى على الكريمه شويه. طيب نرجع بقى للفطيره بقى كده نوضب عشان ايه نشوف هنعملها ازاي. نجيب بقى العجينه، طبعا احنا مجهزين واحده ومخمرينها وانا فردتها كده في الفاصل. نبتدي بقى ان احنا نحط، ممكن اعملها هنا احسن عشان ايه، لا خليني اعملها هنا. طيب ان شاء الله كده ايه نحط هنا، لا انا هعملها هنا تردد بقى، هعملها هنا عشان لما اجي اشيلها ما تبص مني. افردها كده بس. ابتدي بقى احط هنا الجبنه كده، الجبنه كده اهو، وابتدي احط كده البصل. عايزه اقول لكم طعمها جميل جدا 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 الوصفه دي، البصل بالمشروم. واكمل كده تاني. والجبنة كده، احط لها بقى حبه البركه وسمسم بس، وادخلها الفرن لمده تلت ساعه. نبص بقى كده على الشوربه، تمام ريحتها جميله جدا وهتعجبكم قوي. نحط لها بس نص كوبايه الكريمه دي ونسيبها تغلي غلوه معاها ونبتدي ايه نغرفها. خلاص نجيب كده حلة الشوربة، والريحة طالعة جميلة قوي وحلوة ومغذية. عايزاكم تجربوها على طول الوصفة دي.
قلت احطها لكم كمان في كاسه كده كبيره شفافه عشان تتفرجوا على منظرها. الحمص مع مكعبات الطماطم مع السبانخ مع الكزبره الخضراء اللي هي مهمه جدا في الوصفه دي عشان بتدي طعم حلو قوي، مع مكعبات اللحمه اللي متقطعه صغنن قوي عشان ما تبقاش كبيره اهو كده. كده خلصنا الشوربه بتاعه النهارده. اهي كده، وانا حاطه جنبيها رز بسمتي للي يحب. في ناس بتحب تاكل شويه شوربه الصوص الشوربه يحطوها مع الرز. طيب نطلع بقى الفطيره من الفرن. شايفين؟ شايفين عاملة ازاي؟ طبعا لازم نستناها تبرد شوية قبل ما نقطعها، فانا مش هعرف اقطعها خالص دلوقتي. انا هحاول بس هشوف ينفع اعمل كده ولا اشيل ال ابص عليها كده بس من تحت. يعني عايزه اقول لكم جميله جدا جدا. بس انا هعمل ايه بقى؟ عايزه اشيل دي عشان طريقه التقديم على الاقل تبقى شكلها حلو. هجرب كده اقطعها من النص عشان بصراحه عايزه اوريها لكم شكلها عامل ازاي من النص. ريحتها رهيبه. اهو شايفين؟ شايفين عامله ازاي من النص؟ حلوة جدا جدا. نحطها كده اهو. وكده النهاردة خلصنا الوصفتين الخفاف جدا. عملنا شوربة السبانخ بمكعبات اللحمة مع الحمص ومكعبات الطماطم، وعملنا كمان فطيرة المشروم بالبصل، وما ننساش نحط حبة البركة والسمسم عليها بتديها طعم حلو قوي. يا رب تكون النهاردة الوصفتين عجبوكم، واشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة. باي باي.